اتصال من السعودية. ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير مساء للعراق الورد، الجميل وشعب العراق الجميل. رب يحفظك. أنا متصل معكم من السعودية دكتور فياض، أهلا وسهلا حاب دكتور أسلم فياض، على الأستاذ القدير والفنان العلم، يشرفني يعني اتصالك. الفنان اللي تقدر تقول جملة جملة، تقدر تقول إنه كتاب تعريفي للفن نعم العراقي نعم للأمانة. نعم نعم فأستاذ محمد، أنا من محبين فنك للأمانة، نعم وعرفتك عن طريق ابنك الفنان أركان، أركان إيه على اللي راسي، عرفني مشكورا، يعني أركان أنا السامر على أشكر راسي. جدا أخوي أركان إنه عرفني نعم بهذا الفن العظيم صراحة. على راسي، حياك الله. أغنية رحلة بقطار العمر جلست فترة شهور ما تفارقني، الله من جمال الكلمة، من جمال اللحن، من جمال الصوت. الله يعطيك العافية أستاذ الله محمد، يسلمك ويخليك، ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، حياك وتبقى لنا دوم يا رب العالمين. حياك الله، حياك الله يا دكتور فياض، وأنا السؤال اللي أتشرف أبغى بيك. أسألك نعم إياه، تفضل. شوف يعني فنان أركان ابنك الله يحفظه ويوفقه يا رب الله العالمين، يسلمك كان ويخليك أجمل بالنسبة لي، كان أجمل بطاقة تعريفية للفنان العظيم محمد السامرائي. حبيبي، إيش حبيبي كانت أنت. نصيحتك له لما عزم أركان إنه يدخل المجال الفني؟ أنا أبغى أعرف النصيحة اللي نصحته إياها إيش؟ النصيحة، نعم، الأركان. طبعا أنا أول المشجعين الأركان باعتباره كصوت، وصوت مرتب جدا. ربيته طبعا على اللون السبعيني حقيقة، نعم ربيته يعني فنيا على اللون السبعيني، مار التيسيق للساحة الفنية العراقية نعم والفن العراقي وتراثنا العراقي. نعم ممكن انه يحدث، يعني ممكن انه ياخذ هاي الاغاني الحديثه لكن يغنيها بطريقه مهذبه، لازم يختار كلام ما يخدش مسامع الناس نعم وما ينتقد عليه، هذا المهم. اما ما انا واقف مثلا ضد الاغاني الحديثه اللي راح يغنيها، لا بالعكس، خليه يغني اغاني حديثه لكن يكون بانتقاء دقيق جدا، واغاني تكون محسوبه حساب دقيق في سبيل لا يسيء لنفسه ولا يسيء لسمعه ابوه اللي يحافظ على نفسه طيله هذه نعم الفتره. نعم نعم لا دكتور، والله بالعكس، الفنان أركان فنان مشرف للعراق ولك شخصيا، واحنا نعتز فيك كمان بالسعودية، الله والله نعتز يخليك، فيك كثير، يسلمك من أجمل يسلمك. الأشخاص اللي أنا تعرفت بيهم، احنا اني ربي يخليك تحب الحقيقة العراق عندي، فعلا، يعني الحقيقة عندي وهذه عادتكم زيارة الكشاف عندي ان حقيقة. شاء الله قريب للسعودية ان شاء الله، وراح تكون زيارة، طبعا تشرف هي زيارة اكيد راح تكون فنية تشرف تشرف ان شاء الله. بيتك وبين أهلك. دايم دايم عزيز وغالي، وأنا أشكرك جزيلا وألف أخ عزيز. مبروك على العمل الجديد، الصبر قالوا، يعني عمل الصبر جديد قالوا، جدا حلو، جميل، أنا عجبتك عجبني والله الأغنية، كثير. عجبتك حلوة. عموما أنا ما أحب أطول عليكم، لكن حبيت أمسي عليك وأقول ربي لك الله يحفظك يعطيك دكتور، الصحة مسي عليك والعافية، العافية حبيبي قلبي وألف دكتورنا تحية العزيز. بعد مني لحبيبي أركان، حبيبي حياك ومشكورين على الله، اللقاء الجميل. شكرا أخوي شكرا حامد، حبيبي، شكرا. أخوي حامد اكتشفتك إيقاعي جميل ترى. هاي شهادة أعتز اي بيها عنده، عنده دكتور. خبرة، عنده خبرة. شهادة ايه، أعتز بيها. تم تم في الموضوع. عنده خبرة. ألف شكر لكم، ألف شكر لكم. دكتور حياك فياض الله من حبيبي، السعودية، مع شكرا. السلامة. مع السلامة، تحياتنا لك.